وانت كابتن، انت يعني حضرتك ليك باع طويل جدا في الاتحاد الافريقي، ايه اللي يمنع الافكار اللي حضرتك بتقولها دي انها ما تتنفذش؟ واحنا شايفين كمان بكل امانه يمكن الاتحاد الافريقي في يمكن السنه دي او السنه اللي فاتت في شويه تخبط في القرارات، ما فيش استقرار بشكل كامل. يعني برضو حضرتك تدينا خبراتك في الاتحاد الافريقي، انت عشت فترات طويله قوي يا كابتن موجود فيها يعني. والله انا اساسا انا كنت مسؤول عن الديفلوبمنت في القاره كلها، فيها كوره وفيها تحكيم وفيها ملاعب وفيها طب رياضي وكل الحاجات دي موجوده، اداره وكل حاجه. بس الامور الخاصه بالانتخابات بتتغلب مرات على انك انت لو بعدت بعد بعض الاتحادات من انها تلعب بطولات افريقيه على المستوى ده، فممكن تشكل لك تصويت. ودي حاجه طبعا هي كانت موجوده من فتره طويله، لكن دلوقتي انت مش محتاج للامور الصغيره دي، لانك انت هتلعبهم بطولات كله على قدر امكاناته. يعني انا مثلا ممكن تلعب مثلا بعض الفرق مثلا النيجر والصومال وجيبوتي اللي ما بخشوش في البطولات الافريقيه بس مستمره، اعمل لهم بطوله واعمل لهم جوائز شويه وعملنا لهم دلوقتي الدوري المحليين. فده كان بيساعد هذه الفرق المنتخبات تخش وكده. صحيح. وبعد كده في دخل، يعني كان بيدر دخل ده بيدخل طبعا بيدر دخل الكاميرون الكابتن دلوقتي شغاله بطوله التشاندي اللي هي بطوله اللاعبين المحليين بتتلعب في الكاميرون وشغاله بقى لها بتاع 10 ايام. فدي انا بقول انك انت كلامك مظبوط، انه الاتحاد الافريقي يجب عليه انه يفصل البروفيشنال ليج الدوري المحترفين ويفصله من الدوري اللي هو، تخلي بقى الانديه اللي عايز تلعب دوري ابطال مع بعض على الاقل ممكن تحقق مكسب مع المكسب تقول يا جماعه ما انا اطور الملعب بتاعي، ما انا ازود بقى، ما انا اخش المحترفين، وعنده طموح يخش المحترفين لما يلاقي فيه مكافآت ويلاقي فيه. فدي حاجه مهمه جدا عشان تطور الكره الافريقيه. وكانت العمليه ماشيه لحد سنه 2016 17 الانتخابات طبعا دخل فيها بقى حسابات ثانيه، دخل في حسابات ثانيه عايز ازاي تخش الانتخابات اللي بعدها وازاي تدعم كذا وتدعم كذا، فبالتالي ما حصلش الفرصه لانك انت تطبق لائحه الكلاب لايسنسنج او الدوري اللي هو ترخيص الانديه بالشكل المتميز. عندك في مصر كل الاستادات اللي في مصر تم اعتمادها من الاتحاد الافريقي لان كلها استادات جيده طبعا، ملاعب جيده، استاد اسكندريه، استاد الماكس، كل الملاعب بتاعتنا دي كلنا عندنا تحليل طبعا عاليه جدا. دي حته مهمه جدا يا كابتن هاني، احنا محتاجين برضو للجمعيه العموميه انها تساعد في هذا الموضوع. واتمنى من الكابتن هاني ابو ريده انه يعني يحاول كعضو مكتب تنفيذي انه يطالب انه دوري المحترفين ده لازم تكون فيه على الاقل 24 نادي كفايه جدا. صحيح. في اسيا مش مكملين 18 22 نادي في اوروبا. بص الدوري الشامبيونز ليج الاوروبي عامل ازاي والامكانيات والملاعب والدنيا عندهم عامل ازاي. عندهم بس عندهم حوالي 48 نادي، يعني في لسه بعض الدول زي تقريبا ما اعرفش فين، انا بصيت في اللائحه بتاعتهم انه برضه في بعض الاماكن لسه ما دخلتش الدوري. لكن في اسيا ما تلاقيش مثلا 60% من الاتحادات ما عندهاش ملاعب عشان كده ما دخلتش دوري المحترفين. لكن تلاقي مثلا الامارات وكل الدول العربيه داخله محترفين، اليابان وطوكيو مش عارف ايه وكوريا الجنوبيه لكن ما تلاقيش بقى دول يعني فقيره زي ما قلتي ما عندهاش الامكانيات انها تعمل استاد وتلاقي فيه، ما تخشش في الكلاب لايسنسنج او بيسموه الترخيص الانديه انها تلعب محترف. طيب ليها شروط.